إذا كان الزنا بهذه الشناعة والقبح، كل يعرف يقول الزنا حرام والزنا ما يجوز، لكن ما يكفي هذا، لابد من اتخاذ الوسائل التي تمنع الزنا. قال تعالى ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، قال ولا تقربوا، يعني تجنبوا الوسائل التي تفضي إلى الزنا، امنعوها. ما يمكن تمنعون الزنا إلا إذا منعتم الأسباب التي تؤدي إليه، وتقيم الأسباب التي شرعها الله لدفعه ومنعه، من الحجاب، من المحرمية للمرأة، من عدم الاختلاط في المكاتب والنوادي والحفلات والشاشات ووسائل الإعلام، تظهر مع الرجل متزينة متجملة كأنه زوجها أمام العالم، ما هو أمام اثنين ولا ثلاثة، امرأة مسلمة تظهر أمام العالم بهذه الصورة، نسأل الله العافية، هذا قبيح، هذا سيء. نعم.